السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة بإذن الله. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفات جداد. واحد الوصفات اللي غادي يكونوا خفاف بزاف، يعني كما غادي تلاحظوا معايا واللي الاطفال يحماقوا عليهم، يعني هكا خصوصا دابا مع اقتراب الصيف والعطلة، يعني هكا كنبغيو حويجات اللي هما ساهلين وكذلك يعني حويجات باردين. واول وصفه ديالنا غادي تكون عباره عن واحد المادلين، ولكن قبل ما غادي نبداو الفيديو ديالنا نتمنى انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والان غادي نمروا على بركه الله باش نشوفوا المقادير ديالنا ديال هذه الوصفه. فهاد الوصفه الاولى غادي نحتاجوا فيها 200 غرام ديال الفرينه، غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات مع واحد القبيصه ديال الملحه، كاس ديال الحليب كيكون هكا مع مرش 120 مليلتر، عندي كاس ديال السكر ما يعادل واحد 130 غرام ديال السكر سنيدة، عندي كذلك هنايا 100 غرام ديال الزبدة مذابة، عندي جوج معالق صغار ديال خميرة الحلويات، عندي الفاني، وعندي معلقة صغيرة ديال بيكربونات الصودا، و 100 غرام ديال حبيبات الشوكولات. هنا في الاناء كما لاحظتوا معايا وضعت البيض مع هذيك القبيصه ديال الملحه، وضعت السكر، وغادي نضيف له هذا الفاني هذا. صافي غادي نخلط معاك واحد شويه. هنا الفران ديالنا نكونوا سخناه على درجه حراره 180 درجه، يعني كنخلطوا البيض هكا واحد شويه، ومن بعد غادي نضيفوا له الزبده مع الحليب. هنا غادي نضيف الحليب، غادي نضيف لها الزبده، صافي هنا غادي نضيفو المكونات الجافه اللي عندنا، ضفت الفرينه، غادي نضيف بيكربونات الصودا، بيكربونات الصودا معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، وهنا عندي جوج معالق ديال خميره الحلويات. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات. هنا غادي نضيفو نصف الكميه ديال هاد حبيبات الشوكولات، ونخليو النصف الاخر باش هكا نزينوه من الفوق. يعني كما لاحظتوا معايا واحد المادلين اللي هو ساهل، ما نحتاجوش اننا نضربوه مزيان ولا. هنايا في الاناء ديالنا او في الصينيه ديالنا ديال المادلين هكا وضعت هكا هاد الكيسات، وصافي هنا غادي نبقى نعمرهم، ما نعمرهمش حتى الفوق، نخلي واحد شويه حيت الخميره غادي يخمروا لنا. هنا هكا غادي نزيد هذيك حبيبات الشوكولات من الفوق اللي خليناهم. وهنايا الفران ديالنا يكونوا سخنا على 180 درجه، وغادي ندخلهم على حساب واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه، يعني كل واحد عارف فرانو. غادي تشوفوا ما كياخذوش الوقت هاد اللي مادلين هكا، كيكونوا يعني حجمهم صغير في ساعه كيطيبوا، ماشي بحال المادلين الكبيره. وصافي ان شاء الله حتى يطيبوا نتلاقاو من بعد. وهنايا ان شاء الله غادي نمروا باش نحضروا الوصفه الثانيه اللي غادي تكون عباره عن ميلتشيك هكا بالبنان ونوتيلا، اللي غادي نحتاجوا فيه جوج معالق ديال نوتيلا، كاس ديال اتاي هكا حليب بارد، 250 غرام ديال لاكلاص فاني، و 3 حبات ديال البنان. هنا في الكاس تاع الطاحونه غادي نوضعوا جميع المكونات اللي عندنا وكنطحنوهم، يعني عصير او ميلتشيك اللي هو ساهل وبارد، يعني هكا كنبردوا فيه ملي كتكون يعني الحراره.
انا هنا خديت الكيسان ديالي اللي غادي نقدم فيهم ودرت هكا نوتيلا من الداخل، يعني كيبقى اختياري. وهنا غادي نصب هكا الخليط ديالي. صافي هنا غادي نضيف هكا لا كريم شونتي، كتبقى على حسب الاختيار. وصافي هادو هما الوصفات ديالنا، يعني واحد السهوله فيهم كيتحضروا بسرعه، والمذاق ما نقولكمش كي داير، راهم رائعين، والمادلين خفاف خفاف بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوا هاد الوصفات غادي يعجبوكم وغادي توليو مدمنين عليهم. وهنايا غادي نفتح معاكم واحد المادلينه باش نوري لكم من الداخل ديالها كي كيجي. هكا كيكون اسفنجي، يعني واحد رطوبيه وهشاش. يعني هكا بغيت نعطيكم افكار، خصوصا دابا يعني العطله راها قريبه لنا، ما بقاش بزاف باش تجي العطله الكبيره، يعني على حسب الشهر. يعني هكا بغيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي هما خفاف، باش حتى حنا ما نبقاوش واقفين في الكوزينه بزاف، ومع الصيف ما كنبغاوش هذيك الحراره. يعني قلت هكا نحضر معكم وصفات اللي هما سهلين وبنان في نفس الوقت. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، وانا غادي نضرب لكم مواعيد في وصفات وفيديوهات وحدهم اخرين باذن الله. الى اللقاء.